اخش الجنة في الموضوع ده، بس انا مش مصدق برضه. بس صعب اخش الجنة بصراحة. لكن انفصلت بعد. ما حصلش نصيب يعني. بس اصدقاء علاقتنا لسه، انا مع مش بقول لك انا يعني متفتح شويتين كده يعني، مش ضايق الفكر يعني. يعني علاقاتي ما بتنتهيش دايما بعلاقات، علاقاتي حتى مع الناس، حتى مع شركات الانتاج اللي انا كنت معاهم. اختلفنا في الشغل لكن اصدقاء جدا. زي عادل امام ورياض الخولي كده. فاكر الجمله دي بتاعت الفيلم؟ شو الظلام؟ امتى هنشوف ايساف في عيشه زوجيه؟ احتمال قريب. انت مرتبط حاليا؟ انا مرتبط حاليا. احتمال والله نفسي الشتاء ده ان شاء الله يعني. يلا بقى. يلا. كفايه شكلها كده. شكلها. شوف بقى ايساف الصغير كده يطلع عامل ازاي. انا ما عجبنيش. هو ايساف معنى اسمه ايه؟ ايساف حامل السين في اللغه الفارسيه. انا ابويا اصلا الله يرحمه كان مثقف جدا. يعني مثلا كان يقعد معانا يشوف من سربح مليون ممكن كان يوصل لنص مليون وقعد معانا كده. طب يا عم اقدم طيب.